هؤلاء هم المقدسيون، وقد بلغ تعدادهم نحو 400,000 نسمة، ويشكلون نحو 9% من الفلسطينيين، يعيشون في كثافة سكانية عالية. هذه هي بعض المعطيات التي أصدرها الإحصاء الفلسطيني حول مدينة القدس. في هذه المدينة يعيش 1820 شخصا في الكيلومتر المربع الواحد، أي ما يقارب ضعف الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية، وأكثر من الضعف في الضفة الغربية. طلع بالأربع خمس سنين يمكن أعطوا 200-300 رخصة لسكان القدس، ولسكان إسرائيل 6-7 آلاف رخصة لوحدة سكنية. فبتجدي عندنا في البيت الواحد اليوم 4-5 عائلات موجودة، حتى في أماكن لا تصلح للبهائم أن تسكنها، يقطنها المواطن المقدسي حتى يثبت وضعه ويثبت بطاقته المقدسية في داخل مدينة القدس. الصراع على هذه الأرض ديموغرافي بامتياز، وتقول المعطيات إن مقابل كل 10 فلسطينيين 7 مستوطنين، وأن المقدسيين 397,000 نسمة مقابل 262,000 مستوطن، نحو 4% من مساحة القدس زراعية. ووفق هذه الإحصائيات فإن طلاب القدس يبلغ عددهم 67,678 طالبا. وتبقى القضية الأهم هي صعوبة جمع وتوثيق المعلومات في المدينة. هي عدم سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على جزء كبير من الأراضي في القدس. هذا السبب بيأثر كثير على عملنا في القدس. السبب الثاني اللي هو الباحثين الميدانيين. احنا في عندنا صعوبة كبيرة في الحصول على باحثين متميزين للعمل في القدس بسبب خصوصيتها. بنظرة إلى مدينة القدس تجدها منهكة من الصراع المستمر الذي أودى بالاقتصاد والسياحة وقطاعات أخرى. ريما مصطفى، العربية، القدس المحتلة.